قبل نحو 24 سنة ضرب زلزال مدمر مدينة إزميت التركية التي لا تبعد سوى 100 كيلومتر عن إسطنبول. قوة 7.6 كانت كفيلة آنذاك بقتل حوالي 17 ألف شخص، وترك أكثر من ربع مليون شخص بلا مأوى. منذ ذلك الحين ظل هاجس الأتراك بتكرار هزة أرضية مدمرة، وقد حدثت بالفعل. زلزالان بقوة مدمرة حولت جنوب شرقي تركيا إلى ركام، لتفوح رائحة الجثث وتشتعل صفارات الإنذار. أكثر من 1000 قتيل في الزلزال الأول فجرا، وإصابات بالآلاف. ومع الإنذار تحذير تركي ل14 دولة مجاورة بحدوث تسونامي أو فيضانات وسيول قد تمتد لمدة عام. سوريا تأثرت بزلزال ارتدادي لهزة تركيا الأرضية، أزهقت فيها أرواح أكثر من 200 شخص وأصيب المئات. صحيفة نيويورك تايمز كشفت طبيعة زلزال تركيا، إذ كان قويا مثل زلزال 1939 الذي يعد الأقوى على الإطلاق في تاريخ تركيا. أما أسباب الزلازل في تركيا، فالمنطقة بطبيعتها تشهد تحرك الصفيحة العربية أسفل جارتها التركية، ووجود العديد من البراكين على غرار حافلة النار في المحيط الهادئ التي تتميز بنشاط زلزالي مستمر. أما في حسابات التغير المناخي، فالمنطقة برمتها بحسب خبراء تشهد حالة تاريخية في التغيرات بخصوص الظروف المناخية والجفاف، ويقابلها العواصف الرملية والرعدية والفيضانات، الأمر الذي يؤثر على دول قد تعصف بها تداعيات الزلازل والتغيرات المناخية مثل العراق، الذي يحذر مختصون من ضرورة أن توضع الخطط، سيما أن العراق لا يمتلك البنية التحتية المؤهلة للتعامل مع حوادث طبيعية خطيرة كتلك التي تحدث في تركيا ودول مجاورة بين الفينة والأخرى. الدفاع المدني العراقي أصدر حزمة توصيات وإرشادات للتعامل مع الهزات الأرضية، على رأسها إخلاء المنازل والمباني السكنية فورا، والوقوف في الساحات الخالية، والابتعاد عن النوافذ الزجاجية بمسافة آمنة عند إخلاء المنازل. تعليمات عدة نصح بها الدفاع المدني مع نشر الرقم المجاني 115 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.